والوزير هو الموازر والمؤيد، الوزير هو الموازر والمؤيد لولي الأمر. قال الله جل وعلا في موسى: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا يوازره. وقال لأن موسى دعا ربه فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا هو الوزير الذي يشارك في الرأي ويؤازر ولي الأمر ويشير عليه بالنصح